أثنى وزير الشؤون الإسلامية السعودية عبد اللطيف بن عبد العزيز الشيخ على ما قامت به جميع الجهات الحكومية والوزارات من عمل تميز بالتكامل والتكاتف لتقديم أفضل الخدمات للحجاج وتأدية المهام المنوطة بهم على أكمل وجه. وأعرب آل الشيخ عن سعادته بما رآه من ارتياح وأمن وطمأنينة لدى ضيوف الرحمن خلال موسم الحج. الوزارة وزارة الشؤون الإسلامية قامت بواجباتها على أكمل وجه وبوفق توجيهات التي يرتضيها الله سبحانه وتعالى أولا، ثم تحقق أهداف ورؤى قيادة الرشيدة. ولله الحمد لم نرى أي شيء يعكر الصفو، حج آمن مستقر، صحة الناس على العموم متميزة. ولله الحمد عندنا أطباء في الحملات الحج لضيوف خادم الحرمين الشريفين وفي أماكن الدعاة، لم يحتاجوا الأطباء مطلقا إلا لأشياء يسيرة جدا، وهذا دليل على أن هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى وعلى ما تقدمه القيادة من أعمال جيدة تدفع الناس على أن يحرصون على الوقاية من الأمراض ويحرصون على عمل كل ما فيه خير لأنفسهم ولبعضهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها ورخاءها.